قبل أيام كانت القيمة السوقية لشركة تسلا التي لم يتجاوز عمرها 17 عاماً تتخطى قيمة هذه الشركات مجتمعة، رغم أن مبيعاتها تعادل 100 ضعف مبيعات تسلا. أما الآن فإن سهم الشركة يواجه أكبر هبوط في تاريخه، فهل كانت فقاعة؟ جوهر الرهان على تسلا هو مستقبل السيارات الكهربائية. بعض التقديرات تشير إلى أن مبيعات هذه السيارات ستتخطى العاملة بالوقود بحلول 2040، لذلك من الطبيعي أن تكون تسلا المستفيد الأول بما أنها الأكثر نمواً في السوق حتى الآن. لكن هذا ليس الرهان الوحيد. I think at Tesla, I feel like we're very close to level 5 of autonomy. تحويل سيارة تسلا إلى سيارة ذاتية القيادة قد يكون الحدث الأكبر. تخيل أنك من الممكن أن تجني الأموال من خلال جعل سيارتك ذاتية القيادة تعمل كسيارة أجرة ذاتية القيادة خلال الوقت الذي تقضيه في المنزل. وفي الوقت ذاته يكون بإمكانك استغلال الوقت داخل السيارة بأنشطة أخرى بدلاً من إهداره في مراقبة الطريق. لكن هل هذا يكفي لأن يصل سعر سهم تسلا لأكثر من 2000 دولار وربحيته لا تتجاوز الدولار والنصف فقط؟ 16% فقط هي حصة تسلا من مبيعات السيارات الكهربائية خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تطلق شركات السيارات 450 طرازاً جديداً من السيارات الكهربائية بحلول العام 2022. وحتى أكثر التوقعات تفاؤلاً تشير إلى أن تسلا ستتراجع بحلول 2025 إلى المرتبة الرابعة من حيث مبيعات السيارات الكهربائية، مما يعني أن ثمار التحول نحو السيارات الكهربائية لن تكون من نصيب تسلا وحدها.